المفكر الكبير دكتور طارق حجي كان نشر مؤخرا بوست عن الراجل ده هوت اللي احنا شايفين صورته، وشير بوست بتاع محمود فهمي اهل الخليفة زمان. بيقول ايه بقى عن الراجل ده هو؟ هل تعرفون من هذا الرجل؟ حكم مصر لمدة 22 سنة من حوالي 100 سنة، رجل خاف منه الانجليز ودول الغرب، رجل صنع التاريخ في تحديث مصر. إذا كنت تتذكر أن القاهرة كانت من أفضل مدن العالم فتذكر هذا الرجل. إذا كنت تتذكر أن آثار مصر كانت تنهب ويسرقها علماء الغرب وأن هناك من حافظ عليها ولفت أنظار العالم على آثار مصر وقيمتها المبهرة فتذكر هذا الرجل. ده رجل أسس التعليم العالي في مصر بمواصفات عالمية حديثة. ها، عرفتوه ولا لسه؟ تعالوا نكمل معلومات عنه. إذا كنتم قد مررتم يوما ببوابة جامعة القاهرة فتذكروا أن هذا الرجل هو من وضع حجر أساسها وقام بافتتاح. وإذا كان قد سبق لك استقلال القطار من محطة رمسيس بالقاهرة فتذكر أيضا أن هذا الرجل هو من وضع حجر أساس هذه المحطة وهو من افتتحها. وإذا كنت قد زرت المتحف المصري أو متحف الفن الإسلامي أو عبرت أيا من كباري القاهرة مثل كوبري إمبابة أو كوبري أبو العلا أو كوبري الملك الصالح أو كوبري عباس أو كوبري الجلاء فتذكر أيضا أن هذا الرجل هو من وضع حجر الأساس. إذا كنت قد زرت قناطر أسيوط أو قناطر إسنا أو خزان أسوان وعشرات من مشاريع الري الأخرى فتذكر أن هذا الرجل هو من شيدها. إذا كان قد سبق لك استقلال خطوط الترام في القاهرة فتذكر أن هذا الرجل افتتح شبكة خطوط ترام القاهرة سنة 1896 حينما كانت أفريقيا غارقة في الظلام. ها، عرفتوه ولا لسه؟ تعالوا نشوف معلومات تانية عن الرجل العجيب ده. إذا كنت قد استمتعت بزيارة أي أثر إسلامي مثل جامع السلطان حسن أو مسجد عمرو بن العاص أو ابن طولون فعليك بالدعاء لهذا الرجل لأنه كان أول من قرر وضع خطة شاملة لترميم آثار مصر الإسلامية بداية من عام 1895. كانت هذه الآثار معرضة للضياع والاندثار. إذا كنت ترى في حكام أسرة محمد علي مثالا للخنوع والخضوع للمحتل فعليك بمراجعة نفسك وإعادة قراءة التاريخ لأن هذا الرجل قد تم عزله عن عرش مصر ونفيه إلى الخارج. ليه بقى؟ لأنه عارض سياسات بريطانيا في مصر. هذا الرجل اختلف تماما مع السياسات السابقة لوالده الخديوي توفيق في حكم مصر لدرجة أنه أصدر عفوا عن عرابي وسمح له بالعودة لمصر ومنحه راتبا شهريا حتى الممات. هذا الرجل هتف المصريون من أجله بعد عزله عن عرش مصر وصار هتافهم دارجا على الألسنة حتى اليوم. كان إيه الهتاف ده؟ الله حي عباس جاي. إنه الخديوي عباس حلمي الثاني، والصورة التقطت له في المنفى سنة 1929. الله يرحمه. في ناس كتير لا يعرفون الخديوي عباس حلمي لتعمد طمس تاريخه. رحم الله عباس حلمي. منقول وأعجبني. انتوا ايه رأيكم؟ شاركونا في التعليقات وتعالوا نشوف مين الحاكم اللي لغى الجزية على الأقباط. طارق حجي شير البوست ده هوت
على حسابه على الفيسبوك 26/5/2023. مكتوب فيه بقى: القليل جدا من المصريين من يعرف أن الوالي سعيد باشا هو من رفع الجزية عن الأقباط الذين ظلوا يدفعونها منذ أن عبر عمرو بن العاص مدينة الفرمة المصرية اللي هي بورسعيد دلوقتي بجيش من بدو الجزيرة العربية، وانتصروا على الحامية البيزنطية في حصن بابليون وسيطروا على مصر. ظل أقباط مصر يعني المصريين كلهم، في كلمة قبطي يعني مصري، ظلوا يدفعون الجزية أو يسلموا وينجوا منها منذ نهاية القرن السابع، منذ فرضها عمرو بن العاص عليهم بحد السيف، حتى القرن الثامن عشر عندما ألغاها الوالي سعيد باشا. والجزية كانت على كل راس حتى أطفال الأقباط، وكانت مبلغ باهظ لا يقدر عليه إلا الأثرياء أو الطبقة المتوسطة، وبعض الولاة فرضها حتى على أموات الأقباط يدفعها أقاربهم الأحياء ليسرع بوتيرة الأسلمة. ومنها جاء المثل موت وخراب ديار، عشان كان اللي بيموت بيفرضوا ضرائب على أهله الأحياء، فبيبقى موت وخراب ديار لأهله الأحياء. وللحقيقة الجزية كانت السبب الجوهري لأن يصبح الأقباط أغلبهم مسلمون عبر القرون. أيضا الوالي سعيد باشا هو أول من جند المصريين، ربما من بعد البطالمة، وطبعا الرومان والعرب أيضا لم يجندوا المصريين أيضا حتى لا يثوروا عليهم ويتحرروا منهم. وعندما جند سعيد باشا المصريين كخدمة عسكرية إلزامية، جند الأقباط مع المسلمين، وهذه خطوة جبارة كانت متقدمة جدا في عصره. ومن إنجازاته أيضا أنه ألغى الضرائب الإضافية التي كانت مفروضة على الأديرة والرهبان الأقباط اللي كانوا أصلا لا يملكون شيئا، ده علاوة على الجزية كمان. كم واحد بقى من شعبنا بيعرف هذه المعلومة؟ هل يدرسوها لنا في مدارسنا أو حتى جامعاتنا؟ لا تعليق. للأسف حاكم عظيم وإنسان عظيم مثل الوالي سعيد باشا لا يذكره أولادنا ولا كتب مدارس أطفالنا إلا بالمكرونة اللي كان بيحبها واللي كان ديليسيبس بيطبخها له، وضحك عليه بطبق اسباجيتي وخد منه امتياز حفر قناة السويس. نعرف أنه يحب المكرونة الاسباجيتي، ولا نعرف أنه ألغى الجزية على الأقباط، أو بالأدق الأقباط اللي ظلوا مسيحيين وظلوا يدفعون الجزية من أعوازهم 12 قرنا من الزمان ليظلوا مسيحيين. انتوا ايه رأيكم في البوست اللي نشره المفكر الكبير طارق حجي اليوم؟ شاركونا في التعليقات. وعلى فكرة سعيد باشا كان ليه إنجازات كبيرة في مصر، وهو ابن محمد علي وولد سنة 1822، وكانت أخلاقه طيبة القلب وكان يميل إلى الخير، وبذل سعيد باشا جهودا كبيرة في إصلاح حالة الفلاحين، أعطاهم حق الملكية للأراضي الزراعية، كتير ما يعرفوش الموضوع ده، وسن لهذا الغرض قانونه المشهور باللائحة السعيدية الصادرة في 5 أغسطس سنة 1858، وهي تعتبر من أعظم إصلاحاته لأنها أساس التشريع الخاص بملكية الأطيان في القطر المصري. أيضا ألغى سعيد باشا نظام احتكار
الحاصلات الزراعية، وذلك النظام كان معمولا به في عهد والده محمد علي باشا، وامتد إلى عهد عباس حلمي الأول، وصار في عهده للفلاح حرية التصرف في محاصيله الزراعية، وكذلك له الحرية في اختيار المحاصيل التي يرغب في زراعتها، كما خفف عن الأهالي عبء الضرائب، بالإضافة إلى تجاوزه عن كافة المتأخرات التي عليهم نتيجة تراكمات سنوات سابقة، وقد كانت مبلغا كبيرا من المال في ذلك الوقت، كما سن سعيد باشا لائحة المعاشات للموظفين المتقاعدين والذين بلغوا سن المعاش، تخيلوا، وهو الأساس الذي بني عليه نظام المعاشات المتبع في مصر حاليا لموظفي الحكومة. ومن أكثر الأمور المرتبطة بسعيد باشا البدء في حفر قناة السويس، وكانت بداية الفكرة حينما أرسل المسيو فرديناند دي ليسيبس رسالة يهني فيها سعيد باشا بارتقاء عرش مصر، ويبلغه عن حضوره ليقدم له فروض التهاني، فقد كان والد دي ليسيبس هو الكونت ماتيو دي ليسيبس، وكانت تربطه صلة قديمة بمحمد علي باشا منذ أن كان قنصلا لفرنسا في مصر، فأجابه سعيد باشا على تهنئته واستدعاه لمصر، فسرعان ما جاء إلى الإسكندرية في نوفمبر سنة 1854. استقبله سعيد باشا بحفاوة بالغة، واغتنم دي ليسيبس هذه الفرصة ليفاتح سعيد باشا في مشروع قناة السويس، وقال له أنه إذا وافق على هذا المشروع فإنه سيخلد ذكراه ويكسب ثناء العالم بأسره. وكان سعيد باشا يعلم أن والده محمد علي باشا قد رفض فكرة قناة السويس من قبل، إلا أنه قبل تنفيذ المشروع، ووعده بمساعدته وتأييده في تحقيقه. ومن هنا منح سعيد باشا دي ليسيبس عقد مؤرخ في 30 نوفمبر سنة 1854 بامتياز تأسيس شركة عامة لحفر قناة السويس واستثمارها لمدة 99 عاما ابتداء من تاريخ فتح القناة للملاحة. وهكذا حصل دي ليسيبس على باغيته والتي كان يسعى لها منذ 23 سنة. طبعا معروف ان قناة السويس الآن هي المصدر الأساسي للدولارات في مصر. الله يرحم سعيد باشا. المفكر الكبير الدكتور طارق حجي كتب مؤخرا بوستات مثيرة للجدل، كتب من 1444 سنة قمرية والمسلمون يطلبون من الله يوميا تدمير اليهود، وكانت النتيجة هي العكس، ف15 مليون يهودي في عالمنا اليوم أهم وأقوى من 1.5 مليار مسلم، فإما أنهم متبلدو الذهن وإما أن الله يهودي. أيضا البوست ده هو كتبه في 21 يونيو 2023، لو كنت قبطي، هو كتاب أهديه لمعاناة الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية الذين هم أحفاد قدماء المصريين بلا شك. تم نشر الكتاب في القاهرة ودبي قبل بضعة أسابيع باللغة العربية، وأعمل حاليا بشكل شخصي على ترجمة هذا الكتاب المكون من 300 صفحة، وهذا رابط النسخة العربية من مقدمة هذا الكتاب. مكتوب فيه إيه بقى؟ لو كنت قبطيا لملأت الواقع المصري والعالمي بالحقائق عن المناخ العام الضاغط اليوم في مصر على الأقباط، وكنت قبطيا لجعلت العالم يعرف الظلم الذي حاق بالكثير من الأقباط في مصر منذ عام 1952، وجعلهم لا يتبوؤون ما يستحقونه من مناصب سياسية ومناصب تنفيذية عليا، ناهيك عن نظرتهم
بالمجالس النيابية. لو كنت قبطيا لملأت مصر والعالم ضجة بسبب أنني أسدد ضرائب تنفق مهن الدولة على جامعة الأزهر، ولكنها لا تسمح لقبطي أو قبطية بالدراسة في أي كلية من كلياتها. لو كنت قبطيا لملأت الدنيا صخبا بسبب أنني أسدد ضرائب تبنى بها عشرات المساجد، بينما لم تساهم الدولة المصرية في بناء كنيسة واحدة منذ 1952 باستثناء مساهمة الرئيس جمال عبد الناصر في تكلفة بناء الكاتدرائية المرقسية بالعباسية منذ 40 سنة. لو كنت قبطيا لملأت الدنيا بصوتي، لأن عددا من المجالس النيابية الحديثة في مصر قد خلت من الأقباط تماما. لو كنت قبطيا لنشرت المقالات، تلو المقالات عن تجاهل وسائل الإعلام شؤوني ومواسمي الدينية وكأنني والأقباط غير موجودين في مصر. لو كنت قبطيا لجعلت الدنيا بأسرها تعرف ما الذي يحدث في حق تاريخ مصر القبطي ببرامج التعليم المصرية، وكيف أن مادة اللغة العربية لم تعد لدراسة النصوص الأدبية وقصائد الشعر والروايات والمسرحيات والقصص، وإنما لنصوص إسلامية محلها مادة الدين للطلاب المسلمين. لو كنت قبطيا لملأت الدنيا بالشكوى عما يعانيه الأقباط من أجل استصدار تصريح بإنشاء كنيسة من أموالهم وليس من أموال الضرائب العامة التي ساهموا في حصيلتها. لو كنت قبطيا لجعلت الدنيا تقف على قدميها من هول ما يكتبه ويردده بعض الكتاب المسلمين عن عدم جواز تولي القبطي الولاية العامة وعن الجزية وعن عدم صوابية انخراط الأقباط في الجيش، كما كنت قد ترجمت على أوسع نطاق كتابات ظلامية مثل السخف الذي نشره على الملأ الدكتور محمد عمارة بتمويل من الأزهر الذي تأتي ميزانيته من دافع الضرائب ومنهم الأقباط الذين يحقرهم كتاب أو كتب منشورة على نفقة الدولة. لو كنت قبطيا لقدت حملة داخلية وخارجية لإلغاء خانة الدين من بطاقة الهوية المصرية، فلماذا يريد أي إنسان يتعامل معي في الحياة العامة أن يعرف طبيعة ديني؟ لو كنت قبطيا لقدت حملة تشهير بالبيروقراطية المصرية التي جعلت قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين يرقد لحد الآن قرابة ربع القرن في أدراج هذه البيروقراطية الآسنة، ولحد أن الأقباط أطلقوا من باب الفكاهة على هذا القانون قانون الأهوال الشخصية وليس قانون الأحوال الشخصية. لو كنت قبطيا لجعلت العالم يدرك أن قضية الأقباط في مصر هي عرض واحد من أعراض ذهنية شاعت وذاعت سطوتها في هذه المنطقة من العالم، وأن على الإنسانية كلها أن تجبر هذه الذهنية على التراجع من مسيرتها الظلامية. يسلم عقلك ولسانك وإيدك اللي كتبت الكلام ده هو يا دكتور طارق حجي. المفكر الكبير